اليوم احنا قبل كل شيء بنعزي اخونا اللي اسير داخل السجون اللي هو كفاح الحطاب وفاة والدته، وبنفس الوقت احنا بنحمل همومنا ومشاعرنا طبعا الجياشة ومتأثرة جدا بوفاة الأسير المحرر جعفر عوض. واجتماعنا اليوم ولقائنا كأسرى محررين في محافظة الكرم حول عدة قضايا، طبعا بالدرجة الأولى احنا بهمنا التواصل مع الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية، وكديش احنا ممكن نكون داعمين ومساندين لقضية الأسرى بالخاصة بالفترة هاي اللي احنا منعيش اللي هي يوم الأسير الفلسطيني في 17 أربعة، وكديش ممكن احنا نكون كأسرى محررين كجسم واحد ومساند لكل قضايا أسرى الحرية. وبنأكد على مسألة ضرورية انه لابد من هناك ان نكون في إطلاق لسراح جميع الأسيرات بالدرجة الأولى والأسرى المرضى والأطفال، ونرفع توصياتنا للجهات المسؤولة أن يكون هذا اللقاء هو عبارة عن مؤشر داعم لقضية الأسرة، وأن يكون هناك رفع قضية الأسرة للمحافل الدولية بما فيها المحكمة الدولية بأسرع وقت ممكن حتى يكون مباشرة لهذه القضية. لقائنا اليوم كأسرة محررين في المحافظة هو تجسيد للقاءات اللي سبقت قبل هاي الفترة حول قضية القانون اللي بخص الأسرى المحررين والمفاهيم اللي تم الاتفاق عليها مع الوزارات ككل، وكيفية تطبيق هذا القانون بما يشمل كل قضايا الأسرى سواء كان من فئة دون 5 سنوات أو ما بين 5 إلى 10 أو فوق 10 سنوات. طبعا اللقاء هو وضع أخوتنا الأسرى المحررين داخل المحافظة بكل الفترة السابقة من تفاهمات حول قضايا الأسرى بما فيها اللقاءات المستمرة مع هيئة الأسرى المستجدة طبعا نيابة عن وزارة الأسرى القديمة مع أخونا عيسى كراكي ومع أخونا كدورة فارس. طبعا هذه اللقاءات مستمرة ما بيننا وبينهم، وإحنا كجسد متكامل مع هاي الهيئات ونادي الأسير، وبنفس الوقت نضع أنفسنا تحت المسؤولية. يعني إحنا بنوضع الأسرى المحررين في كل الأمور المستجدة، وإذا يكون في هناك خطوات إن شاء الله مستقبلية راح يكونوا هم على اطلاع فيها. من هون هذا تحرك دائم ومستمر إحنا إلنا كأسرى محررين في المحافظة حتى تجديد التواصل معهم ووضعهم في صورة وآلية العمل في القوانين اللي بتخص قضايا الأسرى المحررين.